رب المشرقين ورب المغربين، باسط الكفين خالق الثقلين، لا يعرف ربي بالكيف ولا بالأين، لأن ربي فوق الأين. سل البقرة سل آل عمران سل الزهروين، سل الإخلاص سل الفلق سل الناس سل المعوذتين، سل صورة النساء عن الثمن والثلث والثلثين، سل صورة الأعراف عن موسى لما ضرب الحجر بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشر عين، سل صورة التوبة عن الرجل السياسي والسفير الدبلوماسي صاحب مقام ثاني اثنين، سل صورة النمل عن بلقيس لما كشفت عن الساقين، سل صورة الرحمن عن الجنتين، سل صورة يوسف عن السجينين، سل صورة الحجرات عن الطائفتين، سل صورة المجادلة عن صيام شهرين متتابعين، سل صورة النجم عن نبي دنا فتدلى فكان قاب قوسين، سل صورة الكهف عن رجلين جعلنا لأحدهما جنتين، سل صورة الكهف عن ذي القرنين، سل ذي القرنين عن السبين، سل الخضر عن غلام كان أبواه مؤمنين، سل الخضر عن جدار كان لغلامين يتيمين، سل صورة القصص عن آية جمعت بين أمرين ونهيين وبشارتين، سل صورة التحريم عن امرأتين كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين، سل صورة الحج عن السجدتين، وسل سيدنا رسول الله، سل عنه أسماء ذات النقاقين، سل عنه ابن النعمان ذو العينين، سل عن سيدنا رسول الله عثمان ذو النورين، سل عن حبيبنا محمد تجد أنه ما خير بين أمرين إلا اختار أيسر الأمرين، سل عن حبيبنا محمد تجد أنه ربط على بطنه من الجوع حجرين، نبي الحرمين، رسول الثقلين، إمام القبلتين، صاحب الطلعتين والنزلتين، نصره الله في يوم بدر وفي يوم حنين، جد الحسنين عظيم النسمتين، النبي أدعج العينين، النبي أزج الحاجبين، النبي صاحب الإراوة والنعلين، النبي صاحب الجمعة والعيدين، صلوا عليه وسلموا تفوزوا بالدارين. أيها الأحبة الكرام، تعالوا بنا كما بدأ هذا اللقاء وهذه الليلة القرآنية العطرة كما بدأناها بخير الكلام، تعالوا بنا مع مسك الختام، وحتى يكون الختام مسك سائلا ربي أن يجعل ما قرئ وما تلي في هذه الليلة المباركة يكون في ميزان حسنات أمنا الراحلة، وأسأل ربي أن يتقبل أمنا الراحلة بواسع رحمته وأن يزد في إحسانها وأن يتجاوز عنها وأن يجعلها ربي برفقة سيدنا رسول الله في الجنة، ونحن نشارك هذه الأسرة العريقة والأصيلة بطبعها عموم قبيلة عرب الفرجان
باسمهم اتقدم بالشكر والتقدير لكل من خطى خطوة واتى يقدم العزاء في هذه الليلة مع مسك ختام الليلة. وحتى يكون الختام مسك مع قارئ اذا ما قرأ خرج من فمه المسك. قارئ كما تعودنا انه يقرأ من قلبه قبل ان يقرأ من لسانه. وما خرج من القلب لا بد وان يصل الى القلب. نعيش مع دعامة من دعائم الإذاعة المصرية ومع كبير قراء مصر بالوطن العربي والعالم الإسلامي ومع القارئ الملقب بملك المقامات القارئ الدكتور عبد الناصر حرك الإذاعي المعروف والمقيم بمحافظة القاهرة يتفضل مشكورا في مسك ختام الليلة. هتموت بقى عشان تاخد الخطبه دي بعينك تدفع 50 جنيه. ايوه رايق. ايه يا عم شيخ ابراهيم؟ لا انت يا شيخ ابراهيم تاخد الكمبيوتر وروح عني كده. يا عم الكمبيوتر موجود. حبيبي يا عم شيخ ابراهيم. سامر عدى قسما وبالله ما حد يعرف يقول كده. ده الشراع ما فيه بركه يا احمد. تعالى نجيب كل نص الكلمتين دول وياخدوا لهم 1000 ونص ولا 2000. شيخ احمد احنا هنرجع للنادي بس بعد ما يروح. لا اصل لسه جايبين الاولاد كانت غضبانه ولسه جايبين. ها؟ الاولاد كانت غضبانه ولسه جايبين. والله العظيم الاولاد كانت غضبانه ولسه جايبين. انا احمد فاحمد جاي لك. والله فضح. ماشي. اه والله. على الله بس يسكت. على الله يسكت يا غايب. يعني برضه واخد بالي من لو الحاجة راحت انا اول واحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا ولكن جعلناه نورا نهدي به ما
من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما قل تدري ما الكتاب ولا وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري من ولا الإيمان كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ما نشاء من عبادنا
وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله صراط الله صراط الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة 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 إن في أشد خلقا أم السماء بناها بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا أم السماء بسم الله الرحمن الرحيم
بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لعبرة والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء والأرض بعد ذلك دحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها متاعا لكم ولأنعامكم
والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها ولأنعامكم فإذا جاء الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة أيان مرساها إنما تنذر من يخشى
يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الله علمه وحي بلا قلم سبحان من علم الإنسان بالقلم أقسم به الهادي في القرآن ليجله أعظم به وتعالى منزل قسمي في خلقه بشر في طهره ملك في نوره قمر يمشي على قدمي
كذا أيها الأئمة الكرام نكون قد ختمنا هذه الليلة القرآنية المباركة كان مسك ختام الليلة بهذه التلاوة لكبير قراء مصر بالعالم الإسلامي والوطن العربي وملك المقامات فضيلة القارئ الدكتور عبد الناصر عطار الإذاعي الكبير والمقيم بمحافظة القاهرة شركة الأعمال قبيلة عرب الفرجان في تكريمهم للأم الراحلة باسمهم أتقدم بالشكر والتقدير إلى كل من أتى في هذه الليلة وقدم واجب العزاء. أيها الأحبة الكرام كما شكر أيضا فريق العمل الذي صاحبكم على مدار هذه الليلة محدثكم أحمد علي سامر من أسرة المذيعين موجات الصوتية والهندسة الإذاعية الخضراء مهندس حسن عبد اللبيب مهندس عبد العزيز أبو سعيد وشاكرا أيضا إلى عميد فراشين جمهورية مصر العربية وصاحب لؤلؤة الفراشة والإنارة وقدرة السابقات الحساب رزق عبد المقصود بكفر المشية هندسة تصوير الهوائي والبث المباشر مهندس أبو هاشم أبو زيد والحسينية قام بواجب الضيافة على أكمل وجه المدرسي صالح عباس الملك.